جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أنا مستمعة دائمة لبرنامج نور على الدرب، ومن خلال البرنامج رأيت أن فضيلة العلماء يحثون كثيرا على الحجاب الشرعي للمرأة، فأردت أن أضع الحجاب وأقصد غطاء الوجه، وخاصة أنني لا أريد أن أغضب الله تعالى، وأرجو أن أكون ملتزمة بكتاب الله الكريم، ولكنني لقيت معارضة من أبي بحجة أن عادة الحجاب ليست سائلة في قريتنا، والنساء لا يضعن الحجاب لا في قريتنا ولا في القرية المجاورة. ماذا أعمل؟ فأنا لا أستطيع البقاء في البيت، ولأنني سوف أخرج إلى المدرسة إن شاء الله تعالى. الحجاب الشرعي ليس هو من باب العادة، وإنما هو حكم شرعي يجب العمل به ولو خالف عادة البلد، ولو لم يرضى الوالد بذلك، فإن هذا حكم شرعي يجب العمل به ولو لم يرضى الوالد أو غيره، ولو خالف عادة البلد. فعليك بالتزام الحجاب طاعة لله ولرسوله، ولتكوني إن شاء الله قدوة صالحة لغيرك في هذا البلد، فيكون لك الأجر وأجر من اقتدى بك، قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وعليك الصبر، ستلاقين من الناس ملامة حتى من أقرب الناس إليك، ولكن عليك بالصبر والاحتساب. نعم.